السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة عصافير جنة أطفال نقدم لكم تفسير سورة الفجر للأطفال، الحلقة الثانية. الجزء الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. المعاني. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فإذا وسع الله تعالى على الإنسان في الرزق والمال والجاه والقوة ليختبره، اعتقد أن ذلك من إكرام الله له، فيقول ربي فضلني لاستحقاق ذلك. والحقيقة هي أن الأمر ليس كذلك، وأنه ابتلاء من الله للخلق. وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. وإذا رأى الإنسان أن رزقه لا يصل إليه إلا بقدر ظن ذلك إهانة له من الله وإزدانا لنفسه فيقول ربي أهانني. والإنسان هو في الحالين مخطئ في ظنه وفي قوله، فإسباغ النعمة في الدنيا على الإنسان لا يدل على أنه مستحق لها، ولو دل على هذا لما رأيت عاصيا موسعا عليه في الرزق. ابتلاه أي امتحنه واختبره، قدر عليه رزقه، قدره وضيقه عليه ولم يبسطه له. كلا بل لا تكرمون اليتيم. ويرد تعالى على هؤلاء وهؤلاء زاجرا ورادعا كلا، قائلا إنه لم يبتلي الغني بالغنى لكرامته عنده، ولم يبتلي الفقير بالفقر لهوانه عليه، ولكنه يوسع على الغني ليختبره أيشكر أم يكفر، وقد يضيق على الفقير ليختبره أيصبر أم يضجر. فمدار الأمر على طاعة الله. ويقول تعالى لهؤلاء إن لهم أعمالا شرا من أقوالهم تدل على تهالكهم على المال، فقد يكرمهم ربهم بالمال الكثير فلا يؤدون ما يجب عليهم من إكرام اليتيم والبر به، ولا تحضون على طعام المسكين، ولا يحث بعضهم بعضا على إطعام المساكين. فإذا لم يكرموا اليتيم ولم يتحضوا على إطعام المسكين فقد كذبت مزاعمهم في أنهم قوم صالحون. تحضون أي يحض ويحث بعضكم بعضا، وتأكلون التراث أكلا لما، وإنهم يأكلون الميراث أو التراث الذي يتركه من يتوفى أكلا شديدا، أي من أي جهة حصل لهم من حلال أو حرام، فيحولون بينه وبين من يستحقه من النساء والأولاد. التراث ميراث النساء والصغار، أكلا لما جمعا بين الحلال والحرام. وتحبون المال حبا جما، ويميلون إلى جمع المال ميلا شديدا يدفعهم إلى الحرص على جمعه والبخل بإنفاق، وكل ذلك يعني أنهم يؤثرون الدنيا على الآخرة جما كثيرا مع حرص وشرح. حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدو عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، أي لا يمتع الكافر منها أدنى تمتع، فإن الكافر عدو الله، والعدو لا يعطى شيئا مما قدر عند المعطي، فمن حقارتها عنده لا يعطيها لأوليائه، كما أشار إلى هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا هو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه.